معاك احمد ابراهيم وكملت 12 سنه، وكمان انا اصلا بلعب سكواش وانا عندي 6 سنين، وكنت بتمرن مع بابايا وعمي. كمان بابايا وعمي كانوا بيدربوا ناس جامده جدا وتقيله جدا زي محمد الشرباجي ونور الشربيني وروان جوهر ومحمد الشرباجي وكل الناس. يعني ان شاء الله نفسي اكون نجمه زي الابطال زي محمد الشرباجي والناس دول، وان شاء الله زيهم، ونفسي ابقى نجمه كبيره ان شاء الله. بالنسبه للسكواش في الدراسه يعني بحلي اوقات واوقات، يعني انا اصلا في محل الدراسه دي يوم والسكواش يوم، يعني كذا يوم يعني. الجوائز انا خدتها، اخدت بطولة بورسعيد مركز رابع تحت 11 سنة، وبعد كده خدت ثاني برضو تحت 11 سنة في سبورتنج ثالث برضو، ولما كمان اخدت في الشمس ثالث، واخدت في الاهلي ثالث. لما جيت بقى تحت 13 سنة كنت بلعب في بطولة الزهور، والحمد لله خدت فيها مركز اول. انا نفسي اكون ابقى نجمة طول لعبة الاسكواش. ملك من لاعبات الاسكواش اللي هي عندها المهارات او السكيلز بتاعتها كويسه جدا، السنه دي طولت شويه فبقت برضه عندها ميزه الطول في الملعب، فده بيأثر المسافه بالنسبه لها، بتتحكم في نص الملعب اكتر شويه. من اللاعبات اللي هي بشويه جديه، اللي احنا دخلنا في مرحله 13 سنه اللي هي بيحدد بصفه كبيره جدا اللعيب ده هيقدر يكمل في مجال الاسكواش ولاعيب عالمي او دولي، ولا هيبقى بس لعيب محلي في الكره المحليه. فاتمنى ان احنا نقدر نعمل معاها حاجه كويسه، ان هي فعلا لعيبه من لعيبات كويسين جدا، ملتزمه جدا وعندها مهارات، فاتمنى بقى ان هي تهتم بالجزء الثاني البدني شويه عشان تقدر تساعد فيها ان شاء الله. والله انا اتمنى ان هي تبقى من ضمن اللاعبات اللي هي ليها تصنيف عالمي ان شاء الله باذن الله. لعبة السكواش من الألعاب المميزة في مصر، اللي احنا الحمد لله أبطال عالم فيها بقالنا فترة كبيرة جدا، محتكبين ناشئين ونشئات ورجال وسيدات على مستوى العالم. والحمد لله عندنا السنة دي من النادي الأهلي في 3 لاعبين يمثلوا منتخب مصر الأسبوع اللي جاي في بطولة العالم تحت 19 سنة ناشئين ونشئات. مميزات لعبة السكواش هي من الألعاب الفردية، متطلبات لياقة بدنية عالية جدا، قوة بدنية، تركيز، مهارات، طبعا يبقى لعيب قوي في الحاجات دي. لاعب السكواش لازم يكون لعيب يعني متوسط الطول، مش طويل قوي مش قصير قوي، قوي، عنده تركيز عالي، مستوى التفكير بتاعه يكون جيد عشان يقدر يتحكم في الماتش وفي ضغوط المباريات. طبعا هو بيتأسس ان هو في الناشئ صغير، بيتعلم اساسيات اللعبه ازاي، وبتختلف من مدرب لمدرب ان هو بيحاول يعلمه ان هو ناشئ صغير ازاي يقدر يتحكم في الكوره، ازاي يتصرف في المواقف ديت، ازاي يلعب كذا عشان يهيئه ان هو على مدار الوقت لما يبقى لعيب على مستوى كبير يقدر يتحكم في الحاجات دي من هو صغير. حته ان هو يلعب لعبتين دي تبقى صعبه قوي، ان يعني انت لازم تبقى مركز في حاجه، خصوصا دلوقتي اللعبه اختلفت او الرياضه عامه اختلفت عن زمان. دلوقتي بقت احترافيه، شغل بروفيشنال بطريقه كبيره جدا، لاعبين بيبقى ليها مدرب فيتنس خاص بيها، مدرب جيم خاص بيه، مدرب دكتور تغذيه، حاجات كتيره جدا. ليه اختار لعبة السكواش او يبقى ليه مميز في السكواش؟ لان احنا يعني مع احترام مثلا الالعاب الثانيه فردية كتيره جدا بدون ذكر اسامي حاجه، احنا مميزين في السكواش. فطبعا كل ناشئ بيبقى ليه هدف انه يكون لاعب ثاني ممثل للقدوه اللي قدامه، يعني عندنا ونيم الوليلي، نور الطيب، نور الشربيني، دول ابطال عالم ومثل حي قدامنا واحنا بنشوفهم واولادنا بتشوفهم. علي فرج، محمد الشرباجي، رامي عاشور برضه ممثل حي قدامك، فانت كلاعب بتحاول توصل للمثل الاعلى بتاعك اللي هم في مصر قدامك، وفي نفس الوقت انت كولي امر عايز تبص لابنك او لبنتك لعبه يبقى فيها على مستوى عالمي.
بخلاف العاب تانية بيلعبوها بتكلف فلوس وبتكلف وقت وبتكلف حاجه جدا، ومفيش الهدف منها ان هو يوصل للعالميه. اول حاجه لازم يبقى جاي مركز قوي هو عايز يوصل لايه، لان برضو اللعبه بتختلف من لعيب للعيب حسب مدى استيعابه. ممكن يبقى لعيب عنده مهارات عاليه جدا لكن مش جاد جدا في الملعب، فلازم يبقى عندك الجديه والالتزام وبعد كده تيجي المهارات او التدريب بتاعك. لكن لو عندك العنصرين دولت في الاساس في الاول خالص، انت تبقى جاد جدا ملتزم جدا تحترم مواعيدك، هتقدر بعد كده تأدي الحاجات التانيه لان هي تبقى اسهل كتير. لكن لو انت ما عندكش الجديه والتركيز والالتزام مهما كنت لعيب حريف، ان اللعبه ما بقتش انت حريف بس، لازم فيها مهارات قوه ولياقه حاجات كتير جدا، فلازم تبقى داخل مركز من البدايه. وبعد المشكله مش في السكواش بس، المشكله ان في حاجات اهم من السكواش اللي هو النوم البدري، الاكل كويس، يعني الوعي الصحي، لان دي اساس اللي هتكون حاجه في الاخر. عملت ده كله كويس هتقدر تبقى لعيب سكواش كويس. انا غير ملك كمان، انا بنتي بتلعب سكواش ومسافره مع من ضمن اللعيبه اللي رايحه تلعب بطوله العالم. الحمد لله انا عندي يعني حته ميزه شويه، ان كان والدي هو المدرب بتاعي برضه، ففي فصل ما بين انت كأب وكمدرب وكلاعب، فعندك الاحساس انك انت وانت لعيب في الموقف بتاعها ده بتحس بايه، بتقدر تعمل ايه، فبتحاول توصل لها المعلومه بطريقه ان هي هي دخلنا الملعب ما فيش حاجه اسمها سيره بابا، هي لعيبه وانا مدرب، فبحاول ان انا بعمله معاها بعمله مع اي لعيب تاني، ما فيش حاجات ولا مميزات ولا سلبيات زياده ليها، لا هو كله تركيز مع كل لعيبه بنفس المستوى. لكن هي بيبقى في حته اللي هي ايه، ان انا مثلا عمها او انا باباها، ففي حته اللي هو ايه الالتزام العائلي شويه، لو انا مثلا زعقت او حاجه، بس ده بيحصل مع كل اللعيبه بنفس الليفل بنفس المستوى. لا احنا اللعيبه كلها بتزعق مننا في الملعب وبنصلح بابا الملعب، ده بحكم اللي هي التمرين ذات نفسه، لان برضه في اوقات اللعيب ما بيبقاش في كامل لياقته، فساعات بيبقى في نصايح، ساعات بيبقى في زعيق ان انا لازم اهتم شويه او انا تركيزي اقل فاعليه شويه، لكن ده مع كل اللعيبه، فبالتالي كلهم بيزعلوا، بس لازم، ودي صفه برضه المدرب الناجح اللي هو ازاي يقدر يستوعب اللعيب بعد ما خلص، عشان اللعيب يقدر يجي لك تاني يوم حابب ان هو يلعب، لان اللعبه فرديه، لو انت قرات اللعيب في اللعبه مش هيجي لك، ولو كنت بتلعب معاه بطريقه فيها توازن ما بين الجديه وما بين الصحوبيه والحاجات ديت، ده بيفرق جامد جدا. في نوعين من الاصابات، في اصابات قدريه يعني ممكن اللعيب وهو لو فقد تركيزه الوهله ممكن يحصل له اصابه، ودي بتبقى قدريه مالهاش علاقه بالتمرين ومستوى اجتهاده في التمرين وعضلاته والكلام ده كله. وفي اصابات ثانيه بتبقى شائعه، يعني الاصابات اللي هي ناتجه من التحميل الزايد في هذه الرياضه، على ريست الايد، على الانكلز، على الركب، كل دي حاجات مشهوره جدا، على الجهاز التعلق بالنسبه للكتف. دي الحاجات الاساسيه الموجوده في رياضه الجمباز، وبالذات في السن الصغير بتزيد الاصابات دي علشان مراكز النمو بتاعتها. لازم يكون طبعا في تناسق بالنسبه للكوردينيشن لعضلات اللعيب وتركيزه في اللعبه، اللعبه معتمده على التوافق البدني العضلي القوي جدا. فاللعيب لو فقد تركيزه حتى ممكن يحصل له اصابه بصرف النظر عن الرياضه وخطورتها والكلام ده كله، فالتركيز والجانب النفسي مهم جدا في الرياضه دي، يمكن اكثر من 50%. على حسب درجة الإصابة، في إصابات بتبقى بسيطة دي بتتطلب راحة يوم أو يومين وبياخد أدوية والأمور بترجع لصورة طبيعية بعد كده في الرياضة، وفي إصابات بتبقى أشد بتحتاج علاج طبيعي، في بعض الأحيان بتحتاج عمليات على حسب درجة الإصابة وخطورتها، وده بيحتاج تأهيل كويس بعد كمان ما بيعمل جلسات العلاج الطبيعي. طبعا اختيار اللعيبة الصغيرة ده مهم جدا، هو الاختيار بيتم من 3 سنين ونص لـ4 سنين، لازم نشوف ما يكونش في اي عيوب في القوام، في لجنه كوميتي للقوام بيبقى فيها المدربين وبيبقى فيها موجود الطبيب والكلام ده كله، بحيث ان احنا بنشوف اي مشكله موجوده او تشوه في جزء معين او مفصل معين ده ممكن ياثر عليه، زي اعوجاج العمود الفقري، زي القدم المفلطحه اللي هو الفلات فوت، زي اعوجاج الساقين او الركبتين، كل ده مؤثر بالسلب على رياضه الجمباز وبتعمل خطوره على اللعيب، فلازم يتم انتقاء اللعيبه دي من سن صغيره، ولازم ما يكونش فيهم اي ديفكتس او عيوب في القوام. طبعا هو الدور مش دور الجهاز الطبي بس، هو الجهاز الطبي والمدربين، لازم الاثنين يكونوا واحده واحده مع بعض، علشان المدربين هم اللي بيدوا الجانب
المهاري والفني للعيبة، فبنقعد معاهم عشان ما يحصلش اوفرلود او الكلام ده، لان ما يحدث بعد ذلك هيبتدي يعملوا الطبيب او دكتورة العلاج الطبيعي اللي معانا في الجهاز او الكلام ده كله. لكن لازم يكون في تنسيق، لان لو المدرب ماشي في اتجاه والدكتور ماشي في اتجاه هيحصل اصابات طبعا. فعشان كده احنا دايما قاعدين مع بعض وبنرتب الحمل التدريبي مع بعض، وعشان نمنع اي اصابه او اي حاجه قد ممكن تظهر او اوفر يوز. وعلى طول احنا مع بعض اقول للكابتن بتاعه هنقلل التحميل شويه على الجزء ده، هنرجع بعد كذا هنعمل تقويات بالصوره المعينه دي على العضله دي او على الجزء ده، عشان في الاخر هو منظومه متكامله بيننا وبينهم، مفيش حد ليه الابر هاند على التاني. الجهاز الطبي للنادي الاهلي بيتكون من طبيب عظام اللي هو انا دكتور احمد مصعب، دكتوره رانيا دي اخصائيه العلاج الطبيعي تمام، وفي عندنا المؤهل البدني دكتور محمد. دور طبيب العظام ان هو بيقوم بتشخيص والكشف الطبي للاعب، بعد كده بيليه دور العلاج الطبيعي اللي هو محتاج، اللي هي دكتوره العلاج الطبيعي الموجوده اللي هي بتشرف على التاهيل بتاعه والجلسات العلاج الطبيعي بتاعته. بعد كده بقى دور المؤهل والمدرب بتاع اللعيب، كل لاعب يعني على حسب الاصابه. الرساله اللي بوجهها لكل لاعب او لعيبه جمباز من وهو صغير حتى بصرف النظر اولياء اموره او هو كبير، لازم الاداء البدني يبقى قوي جدا، لازم يعمل مرونات كويسه قوي، لازم يعمل التقويات بصوره كويسه، لان هو ده اللي بيخليه يقدر يؤدي هذه الرياضه، والرياضه دي رياضه صعبه من الرياضات الصعبه، عشان منعا للاصابه او ان يحصل له اي مشكله لا قدر الله. مجلس الإدارة استحدث المنصب الجزء ده من المهمة للتسهيل المسؤوليات أو تقسيم المسؤوليات بإنشاء مدرب بعمل مدرب عام للقطاع البنين وقطاع البنات. احنا طبعا الجزء اللي احنا بنهتم بيه هو جزء تنفيذ خطط وشؤون اللاعبين في القطاعين، بنهتم بالجوانب الفنية والبدنية والجوانب النفسية للاعبين. طبعا احنا بنقسم برضو الموسم عندنا لفترات، فترة اعداد عام ودي في بداية الموسم، بعدين بنبتدي بعدين فترات الاعداد الفني والمهاري، وبعدين بنبتدي نعمل تستات واختبارات مشابهة لموقف البطولة، عشان اللعيب ما يبقاش يوم البطولة يعني يقدر يتغلب على الضغوط النفسية ويقدر يتعود ان هو يقدر يمارس الجملة بتاعته بسهولة بدون اي ضغوط وبدون اي مشاكل، لان احنا طبعا احنا بنلعب بطوله مره واحده على الجهاز، فطبعا بيبقى في تاثير على اللعيبه لو هو ما فيش تمرين او اعداد للجزئيه دي بشكل نفسي او فني او مهاري او بدني. فطبعا بنحاول ان احنا اللعيبه تتخطى الجزئيه دي عشان وقت المنافسة. طبعا في بعض الأوقات احنا النادي بيسهل لنا موضوع ان احنا نعمل لقاءات ودية مع أندية أخرى، بنقدر نطلب من الاتحاد بعض الحكام لو ده احتاجناه في مراحل الدرجة الأولى والدرجة الثانية، وده عشان نسهل على اللاعبين ان هو يعرف درجاته أو يعرف قيمة الجملة بتاعته شكلها ايه وتوصيف وازاي احنا نشيل بعض الاخطاء وبعض المشاكل اللي في الجملة. رقم واحد طبعا احنا بنهتم بلعب جمباز كناحية بدنية، عشان دي اول حاجة بتساعدنا ان هو ازاي يقدر يأدي المهارات بتاعته بسهولة، ما يحصلش اصابات، يبقى في اقتصاد في الجهد، ويبقى مستوى الاداء المهاري عالي جدا عالي جدا، وما يتعرضش اللعيبه لخصم من النقاط في الجمله.
جزء تانية طبعا بنبتدي من في ضوء ان احنا بنشوف المستوى البدني، ان احنا بنحط المهارات المناسبه لكل لاعب على كل جهاز. في بعض اللعيبه بتبقى مميزه على جهاز او جهازين او ثلاثه، وفي لعيبه بتلعب على 6 اجهزه بشكل مميز اكتر. فبنقدر من خلال جانب البرنامج البدني ان احنا نبتدي نحدد الجزئيه اللي احنا بنشتغل عليها في الجانب المهاري. طبعا بنهتم من خلال الجانب البدني والجانب المهاري خلال الشغل، احنا بنهتم بالجانب النفسي، احنا اللعبه بتهتم بالجانب النفسي جدا، لان احنا اللعيبه ظروف تعرض الاصابه بتبقى موجوده بشكل كبير، فيها نسبه مخاطره عاليه جدا. فطبعا دي جزئيات لازم نهتم بيها عشان خاطر نتخطى الجانب النفسي بنجاح، عشان نوصل بمستوى اللعيب لمستوى مناسب باسم اللاعب او اسم نادي. اهم النصايح اللي انا بقدمها للعيبه، اول حاجه الاهتمام بصحته والاهتمام بالتغذيه والاهتمام بمواعيد النوم ومواعيد الاستيقاظ ومواعيد التدريب، لان الجوانب دي بتاثر بشكل غير مباشر على اداء اللعيب واستمراره. طبعا بنقدم برضو بعض النصايح، عدم التهور في اللعب. التهور ان احنا لعيب لازم يعني يمارس او يلعب المهاره المناسبه ليه، ما ينفعش ان احنا نعمل حاجه فوق قدرات اللعيب. طبعا بنحاول نحفز اللعيبه ان هم يهتموا بالدراسه، يهتموا بالجزء ده قوي، لان احنا مواعيد وظروف التدريب بتاعه الجمباز بيبقى التدريبات بتاخد ساعات، عدد ساعات طويله. فمهم جدا اللعيب يهتم بدروسه عشان ما نجيش في فتره من الفترات يبقى في دروب ما بين الدراسه وما بين التدريب، وده بيأثر جدا في وقت البطولات. بنصنع منه بطل، دي مطلوب منها حاجات كتيره جدا. طبعا بتبقى في دور على النادي، وده موجود ان النادي وفر لنا جزء كبير جدا ومهم من الاجهزه الحديثه السنه دي. طبعا في ادوار ولي الامر، الساده المدربين، المدربين كل واحد ليه دور في المنظومه. لازم كل واحد يبقى يعني مثلا ولي الامر يبقى متابع الولد كويس جدا، مهتم بيه. احنا طبعا كاداره تدريبيه او اداره فنيه احنا بندور على احدث طرق في التدريب عشان نرفع مستوى كفاءه الاولاد. طبعا عندنا برضو جهاز اداري على مستوى بيحاول ان هو يذلل كل العقبات اللي موجوده من ادوات من اجهزه مطلوبه للفريق. انتوا حضراتكم شايفين الصاله الجديده، صاله الجمباز، بعد اعاده تطويرها بالكامل طبقا لمجلس اداره وعد في ترشحه، ان شاء الله هيكون هناك في صاله جديده كامله، لان كانت الصاله اجهزتها غير مناسبه بالمره. الحمد لله تم وضع خطه كامله لتطوير الصاله من حيث كل الاجهزه اللي موجوده، وتم تطوير الصاله على اعلى مستوى وباحدث الاجهزه والموديلات العالميه، وده طبعا ليه مردود كبير جدا في عمليه التدريب، لان التدريب في الجمباز مبني على الامكانيات. الامكانيات هي اللي بتحدد اللعيب يقدر يشتغل ايه، وفي نفس الوقت نبقى محافظين عليه، لان حته الامان عامل مهم جدا في رياضه الجمباز، والامان ده مرتبط بنوعيه الاجهزه ونوعيه المراتب ونوعيه الادوات اللي موجوده. فاحنا الحمد لله عندنا صاله متكامله الى حد كبير، ماشيه مع جميع الاعمار السنيه،
احنا عندنا اعمار سنيه من 5 سنين الى ما شاء الله 25، فالاجهزه اللي موجوده هنا بتكفي احتياجات كل الاعمار السنيه من السن الصغير خالص ده للسن الكبير، وفي صالات كتير بتبقى متوفره فيها اجهزه للصغيرين لكن الكبار لا. ودي في خطتنا كده ليه؟ لان احنا بنرغب ان احنا نعمل فريق قوي جدا في الدرجه الاولى ونعمل لاعبين للمنتخبات القوميه، وفعلا احنا بدانا نورد للمنتخبات القوميه بعض اللاعبين اللي يقدروا يمثلوا مصر ويمثلوا النادي الاهلي بشكل كويس. فاحنا خطتنا ان اللاعب اللي يدخل عندنا يفضل ماشي كده في الجمباز لحد لما نوصله المنتخب ان شاء الله، لان احنا النادي الاهلي ما بيرضاش غير بالمركز الاول، ما بيرضاش غير ان المنتخبات عندنا تكون كلها من النادي الاهلي. فده احنا شغالين عليه بعد الحمد لله تطوير الصاله بالشكل المناسب اللي حضراتكم شايفينه. رياضه الجمباز بتتميز بانها لعبه شامله متكامله فيها كل العناصر اللي ممكن اي لعبه تانيه تدور عليها. احنا في الجمباز نتيجه الغزاره الحركيه اللي موجوده فعناصر اللياقه البدنيه بالكامل بتنمى هنا. ولذلك الولاد والبنات الصغيرين اللي بيجي يتدربوا جمباز في الاول بياخدوا قاعده كبيره جدا من تنميه عناصر اللياقه البدنيه الشامله اللي هيستخدمها في اي لعبه بعد كده. بالاضافه للقدرات الحركيه، القدرات الحركيه اللي هو كيف يتحكم الولد او البنت في تحريك جسمه باشكال معينه وفي اتجاهات معينه. هذه الصفات بتمكنه انه اي لعبه يروحها هيلاقي فيها قدرات بدنيه معينه هو خدها في الجمباز. صفات بدنيه معينه هو مر عليها في الجمباز. بالاضافه لان اللعبه كمان فيها ميزه ان هي بتبدا مع الطفل من صغير. احنا دلوقتي بنبتدي من 3 سنين، كنا بنبتدي من 4 سنين، دلوقتي بناخد الطفل من 3 سنين. فبتعمل له تنشئه نفسيه واجتماعيه وبدنيه وحركيه وذهنيه كامله على مدار من 3 سنين لما بيبتدي يكبر. وده اللي بننصح بيه اولياء الامور، تعالى للجمباز حتى لو مش هتلعب جمباز، انت هتستفيد جدا في باقي الانشطه الرياضيه. وكتير من اللاعبين واللاعبات اللي في المدارس في الالعاب المختلفه بيجوا لنا هنا عندنا في الجمباز في المدارس يشتركوا عشان يستفيدوا من القدرات البدنيه والحركيه اللي بيقدمها البرنامج بتاعنا في المدارس للاعبين واللاعبات. طبعا طموحاتنا بالنسبه للجمباز هي طموحات لا محدوده. احنا في النادي الاهلي عايزين نكسب كل البطولات. احنا في النادي الاهلي شعارنا هو المكسب، فعشان كده بنخطط لشغلنا كله انه لازم نكسب في اي بطوله بنشترك فيها. وعشان نكسب العناصر كلها الاخرى لازم تتوفر. الامكانيات زي ما حضراتكم شايفين، المدربين احنا السنه دي جبنا مدربين على اعلى مستوى نتيجه تطوير لائحه النشاط الرياضي، بنشكره عليها طبعا جدا ومجلس اداره ان هو قدر يوفر ظروف تسمح باستخدام مدربين على مستوى عالي جدا. وبعدين الخامات، الخامات ولاد النادي الاهلي الحمد لله خامات مميزه، مع توفر الامكانيات مع توفر المدربين المميزين ثم برامج التدريب العلميه المظبوطه ان شاء الله نوصل الى ان نكسب كل البطولات. احنا السنه دي عملنا نتائج كويسه جدا على جميع المراحل، دخلنا لاعبين جدد للمنتخب، كل اللاعبين اللي موجودين مستواهم بالمقارنه بالموسم اللي فات اترفع. اللي بيحقق ميداليه بقى بيحقق 3 و4 ميداليات، اللي ما كانش بيحقق اصبح بيحقق ميداليات. يعني عندنا في ظرف سنه واحده او اقل نص سنه بس، نص موسم بعد تطوير الصاله، طفره كبيره جدا. ان شاء الله هذه الطفره تستمر، وطموحاتنا ان احنا نكسب كل البطولات، بنحاول جاهدين نكسب كل البطولات. طموحاتنا ان احنا ندخل اكبر عدد من ولادنا وبناتنا في المنتخبات القوميه سواء الصغيرين او الكبار، وان احنا نرفع اسم النادي الاهلي عاليا كالعاده لاي جهاز موجود في النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيقبلش في البطولات الا الفوز بالمركز الاول.